الاثمنه اخرى شويه مرتفعه في هذه الايام ديال شهر رمضان. بالنسبه للثمن اخويا بزاف زاد علينا بزاف، كتزاد علينا 100 درهم 150 درهم في الصندوق. والله ما المهم زيد 100 درهم 150 درهم في الصندوق اللي مزيد علينا اليوم. والثمن كنزيدوا نادر مع المواطن جوج درهم كتجي بزاف. مسالك السرديل شحال داير؟ السرديل اليوم داير 15 درهم. وبالنسبه لليوم العاديه كنا نبيعوه في 12 درهم 10 درهم، اليوم داير 15 درهم. الصول الميرنا 50 درهم 45 40 درهم، هذا هو الثمن ديالهم. هذوك شويه كيبقاو في الثمن ديالهم، السردين شويه طالع والحوت الاخر حتى هو طالع، شويه طالع شويه في الثمن. الميرنا والصول حتى هذوك كونجلي كيبقاو في الثمن ديالهم هذوك. واش كاين اقبال؟ شويه 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 كاين شويه الاقبال، كاين شويه الاقبال شويه، الله يجعل البركه شويه. هو ضروري المحش حوت غتزاد عليه 5 درهم غتزاد عليه 10 درهم، ماشي مشكل عنده، لان هذا خصو ضروري ياكل الحوت ضروري. واش كاين شي احتكار؟ واش كاين في هذه القضيه؟ كاين احتكار، احتكار اللي كاين دابا، احتكار كاين دابا. الناس مالين الشكاره ومالين شادين السوق، مالين الشكاره ومالين حتى كاين السوق دابا. السوق دابا السردي دابا 25000 فرانك في الكاميون، شادوا شراوا الشناقه ب 25000 فرانك، داروا لي 300 درهم، داروا لي 6000 ريال 50 درهم تما. اذا يعني حنا السردي طاح علينا ب 300 تما في المارشي، والله الا 300 درهم شرينا وحنا كنبيعوه هنا ب 300 درهم. دابا كاين مالين الشكاره ومالين مخسرين السوق اخويا، هما اللي مقاودين على السوق كامل، على خضار على جزار على كل شيء. مول الشكاره هو اللي مستافد، مول المواطن راه كياكل العصا. واش غدير حبيبي؟ مرحبا خويا السردي، اول نهار اليوم في رمضان راه العافيه شاعله فيه، راه دارت الشبكه دارت 5600 حتى 6000 ريال، وحنا تنبيعوه ب 300 ريال، طايح علينا 280 290 السردين. ما كاين لا رباح لا والو، جوج بحوره والسردين الغالي راه عيبه صاحبي، حشومه كاع. خودي اختي 300 ريال باش تنبيعو سردين مليح. تعالي 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 نحسب لك 280 نخسرو شويه. كاين الاحتكار ولكن والو، الفلوس ما كايناش، بنادم مكمل الغالب والله والو. تتقول لي 300 ريال تيهرب عليك، واش غادي تشدي تشطر بيا هادشي؟ جوج شبكات ولا ثلاثه تمشي تنوض مع الست الصباح تعطيه عليهم الفلوس صاير كذا. هذه ملي تجي الكليان يجي عندك تتقول لي 300 ريال تيهرب. هو مولفين حنا السردي لا بار فرانك 220 240 راه عيبه والله، تا عيبه جوج بحور عباد الله، وتناكلوا بالسردي ب 300 ريال واول نهار اليوم في رمضان. عيب عيب والله الا عيب. وتنشغلوا جلاله الملك يدير لنا شي حل في هذاك البحر، راه باركي نتكرفسوا احنا حوات باركي نتكرفسوا. ما زيدش بزاف داك الاثمنه اللي كانت في يعني في الفطار باقا حتى يعني حتى في رمضان غير واحد شويه، ولكن ما كاينش بالنسبه للفرخ وبالنسبه لهاد البواجو وبالنسبه للميرنا وبالنسبه للصول هما اللي زين شويه والرايه، اما بالنسبه للسردي الباقي هو هو الصمطه، ولا بالنسبه للبوري ولا بالنسبه باقي هو. ما كانش يزيد كثير بزاف، يعني كان 50 ولا 55 60، يعني كتروح ما بين 50 درهم حتى 60 درهم 70 درهم. هذا الشيء الاثمنه كانت ثاني في الفطر كدير 50 ولات دابا ولات 50 والفوق. لا بأس، إذا رمضان ضروري ضروري كيكون لها قبل فات. كل عام وأم بخير. سمعتي أخويا؟ ما كاينش مزيانة وسميتو حاجة مزيانة. أسميتو هذا خويا الدبدوب. دبدوب؟ حاجة مزيانة. شحال داير هذا الثمن الكيلو؟ 70 درهم. 70 درهم الكيلو؟ 70 درهم الكيلو. ما كاينش مزيانة، كاين الفران، كاين الطاجين. ياك حسن. الله. قول الأثمنة ديال الحوت الثمن ديالها مزيان، الخير موجود. كاين الفرخ 40 درهم، كاين الذهبيه 30 درهم، كاين الباجو، كاين
40 درهم، كاين الشارمو 35 درهم. المهم الثمن مزيان اخويا. الثمن اللي يزيد مزيد لا ثمن لا والو، الثمن زوين. كاين هذاك الدبدوب غالي واحد شويه راه، وكاين الفرخ هذا تاهو مزيوده فيه واحد 100 ريال. المهم مع الكثره ومع الناس كتقدر بزاف راه كيكون الثمن زيد واحد شويه. السر ديال اخويا ديال البلاد 15 درهم ولا الشوبق 15 درهم. كيدير الحركه؟ والحركه الله يجعل البركه. الناس راه غاده بشويه بشويه مع هذا المرض، كل البيع والشراء شويه ناقص. الشرم هذا مبارك خويا، الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه والله يحيد علينا هذا الوباء. هذا الشيء اللي كاين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.